نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أشكل علي الحديث الذي فيه: فبنينا له دكانا من طين فجلس عليه، ما علاقة هذا الحديث بباب القدر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، هذا فيه تلقي العلم وإكرام المعلم، وأنه لا بأس أن يكون المعلم على مكان مرتفع، لأن يكون هذا أبلغ للناس. نعم.